All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. Now I am. You can't change me. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زين لها. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم على المنظمة السرية KKK ونذكر بعض المعلومات المخفية. اللي 99% منكم ما يعرفها، وايضا راح نشوف تواجدهم في Red Dead Redemption 2 ونتعامل معاهم معاملة خاصة. فيلا نخش في المقطع. اولا KKK هي اختصار للكوكلاكس كلان، وهي منظمات أخوية عنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. منظمة الكوكلاكس كلان تؤمن بتفوق وأفضلية البيض على السمر، أفضلية ذوي البشرة البيضاء على ذوي البشرة السوداء. هدفهم الأول والسامي كان تعميم كره الأمريكان للأمريكان السمر والأفارقة وغيرهم، وأيضا هدفهم كان تعذيبهم وقتلهم. بين قوسين الكوكلاكس كلان عندهم تفرقة عنصرية كبيرة جدا. طبعا شعارهم المعروف هو الصليب المحترق. طبعا لباسهم جدا جدا غريب، لبس أبيض في أبيض مع قناع أبيض مفتوح من جهة العين فقط. أول ظهور للكوكلاكس كلان كان عام 1866 ميلادي، وكانوا عبارة عن مجموعة من المحاربين في الجيش الكونفدرالي. طبعا اجتمعوا مع بعضهم البعض، وهدفهم الأساسي والهدف من نشأة الكوكلاكس كلان وهذه المنظمة هي معارضة مسألة تحرير العبيد ذو البشرة السوداء بعد انتهاء الحرب الأهلية في أمريكا. أول خطوة لهم كانت ممارسة العنف على جميع الأمريكان السمر والأمريكان الأفارقة. بكل بساطة عذبوهم وحرقوهم وسووا فيهم مجازر بشعة جدا. ومن عام 1868 إلى عام 1870 ميلادي الحكومة الأمريكية حاربت هذه المنظمة، وتقريبا شبه قضت عليهم بحرب دامت لسنتين. طبعا هدف الحكومة الأمريكية من محاربة هذه المنظمة هي انهم يقوون ويوثقون العلاقة بين السمر الامريكان والبيض الامريكان، لكن هذا الشيء كان صعب التحقيق. نعم كان في نوعا ما نسبة نجاح، لكن هذا الشيء ما اكتمل بنسبة 100%. بعدها مرت منظمة KKK بخمول كبير جدا، ثم عادوا من جديد عام 1915. يعني عندك تقريبا 45 سنة خمول، 45 سنة بدون منظمة الكوكلاكس كلان. طبعا اللي أعادوا إحياء منظمة الكوكلاكس كلان عام 1915 هم بقايا وأحفاد المؤسسين والمنظمين لمنظمة الكوكلاكس كلان عام 1866، أعادوا إحياءها من أول وجديد. طبعا المنظمة الجديدة اتخذت نفس النهج ونفس الهدف، تعذيب وقتل وحرق ذوي البشرة السوداء الأمريكان. طبعا أعدادهم كانت مهولة وكبيرة جدا. عام 1920 كان عددهم 4 مليون، 4 مليون يا أخوان، وعام 1924 صاروا 6 مليون. بعدها نزلت أعدادهم بشكل فظيع جدا. عام 1930 أصبح عددهم 30 ألف فقط، من 6 مليون إلى 30 ألف. وفي عام 1970 صار عددهم 2000. وآخر إحصائية للكوكلاكس كلان كانت عام 2006، وكان عددهم تقريبا 5000 عضو. طبعا منظمة الكوكلاكس كلان ظهرت في لعبتنا Red Dead Redemption 2 في عدة مرات، وبنفس أهدافهم الرئيسية اللي تكلمنا عنهم، وبنفس الأشكال والحلة. تعالوا نشوف سويا. Special occasion. Yeah, woohoo! It is imperative
that we reestablish sanity and supremacy before it is too late. Our numbers are waning, thanks to the fools in Congress and their ludicrous ideas. Damn! Hell with it. But today, we grow one stronger. As we anoint a new brother. Into our sacred cause. Please, step forward and kneel. Do you choose to accept the light? Yes, sir. Yeah, oh, here we go. Yeah! All right. Come on. Let the eternal light shine. Stood and watched a good man die and did nothing. Fish on the line. زي ما شفتوا كلام عنصري وسيء. طبعا شعارهم كان ظاهر زي ما شفنا سويا، الصليب المحترق. طبعا الشيء الجميل انه روكستار معاملة منظمة الكوكلاكس كلان انهم مجموعة من الاغبياء والدميز، وانهم يسوون اشياء تافهة وغبية زي ما شفنا من غباء احدهم حرق نفسه، بعدها حرق خويه ايضا. ولو لاحظتوا كمان لما مسكنا معلمهم وكبيرهم زاد الشرف معانا بشكل كبير جدا وبشكل واضح، كأنه روكستار تقول لك نعم انت سويت الشيء الصحيح. طيب بالنسبة للقطة الثانية لغبائهم راح تكون كالتالي. Put your hands higher and push! Come on, come on, show me something. You better not drop it. You better not. Come on, you pair of cream pies. Do you want this rally to happen or not? Why does this always... Have some respect. Just leave me be. Look what we got here. Oh, no! Spare me, please! At least you ain't dead yet. زي ما شفتوا اغبياء لدرجة انهم حتى ما يعرفون يكملون الشيء، ما يعرفون يسوون شيء بسيط، ما يعرفوا يشيلون حاجة حتى. طبعا روكستار حبت توصل فكرة انه منظمة الكي كي كي منظمة سيئة، وانها لطالما تضم اغبياء وغير متعلمين وجاهلين عشان هي تقدر تتحكم فيهم. وفعلا شفنا هذا الشيء في افعالهم، فقط يعني يصرخون ويتبعون كبيرهم هذا، فعلا اشخاص أغبياء درجة أولى. طيب بالنسبة للقطة الثالثة لهم أيضا غبية زيهم، نشوف تعالوا. يا للغباء يا أغبياء. زي ما شفتوا أحدهم حرق خويه، بعدها انحرقوا الاثنين مع بعضهم. الأول انحرق، الثاني قرب منه، وبعدين انحرقوا اثنينهم مع بعض. الله على الذكاء. طبعا الاثنين الباقيين زي ما شفتوا هربوا وخلوا أصحابهم قاعدين ينحرقوا، يعني فوق ما إنهم أغبياء أيضا جبناء. طيب الآن أترككم مع بعض اللقطات الانتقامية من منظمة الكوكلاكس كلان الكي كي كي. Thank you.
طيب هذه هي منظمة الكوكلاكس كلان الكيكيكي وهذا ظهورهم في Red Dead Redemption 2. طيب يا الهابيين شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، هل قد قابلتوا منظمة الكوكلاكس كلان في Red Dead Redemption 2 أو لا؟ شاركوني آراءكم. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.